طبعا يعني الفقرة الأسعد والأحب إلى قلبي، فقرة النقد الرياضي، أهلي زمالك، أستاذ علاء وأستاذ عمرو، وطبعا يعني اتنين دايما بتشرف بوجودهم دايما معايا كل أسبوع. ممكن النهاردة يبقى المساحة أكبر بشكل كبير جدا للأستاذ علاء، معرفش هل الأستاذ عمرو ممكن يكون محضر حاجة؟ شرفني النهاردة. مساء الخير يا كابتن سيف، وسعداء النهاردة بوجودنا معاك. الحقيقة أنا تابعت الحلقة من بدايتها، حلقة عملاقة، يعني حلقة دسمة فيها شغل كويس جدا، وربنا يوفقكم دايما. ويعني عايز أشكر قناة أون، لأن الحقيقة إدارة محترمة جدا، شغل كويس جدا، حتى الضيوف على مستوى عالي، فضيوف من العيار الثقيل. أنت ليه بأهنئك. أنت ليه كنت عايز تروح؟ أنا سمعت جولي الإعداد قالوا لي أستاذ عمرو مع الزعلاء جوه الأمور مش على مرام، وأنت النهاردة مش يا كابتن سيف انت عايز تسخن المساله. الاستاذ علاء صديق عزيز حبيبي، انا بحبه. عزيز نادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم. طبعا. جماهير نادي الزمالك في كل مكان قلقانه وعندها نوع من القلق بعد اللي حصل لمجلس الاداره والتغييرات اللي حصلت، لكن في نفس الوقت احنا جايين نطمن جماهير نادي الزمالك، نفهمهم ان نادي الزمالك قلعه رياضية كبيرة جدا. أكيد أكيد أكيد. فبالتالي خليك محايد شوية يا كابتن. أكيد. بس برضه ما كانش ينفع ان يجي لك الكرافتة دي. ما كانش ينفع. هو النهاردة كسبان، فأنا يعني برضه أستحمله. علاء برضه صديق. أستاذ علاء ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف، ومعلش أنا فيه، بس دي حاجة كاتبها بقالي شهر والله تعبت بقالي شهر يا كابتن سيف، والله العظيم عمال كل يوم يعني انا دي والله الفكره بتاعت الله يبارك. معلش محدثين نعمه يا كابتن سيف، معلش الله يرحم ايام فبراير. كابتن سيف انا بقالي شهر يعني دوري ودوري ابطال وكاس وناس بيهنون على سوبر افريقيا مقدما، فانا تعبت والله من كلمه الله يبارك فيك دي، فاضطريت اكتبها ورقه وبقيت ماشي بيها في الشارع، اي حد يقابلني الله مبروك السنه بقى اعمل له دي كده، خلاص تعبت. ودي فكره انا واخدها من فده طبيعي والله يا كابتن سيف، يعني تعبت والله. انت حضرتك ما تعبتش؟ تعبنا كلنا والله، الاهلاويه تعبوا. ما احنا في فبراير تعبنا برضو يعني. بص احنا كان اسبوع كان اسبوع احنا السابقون وانتم اللاحقون. فاحنا الاول، احنا بتوع فبراير واحنا بتوع الاتوبيس اللي جه وصل وخلص الموضوع. طيب فاحنا انت الاول، من احنا اللي بدأنا. انت يعني كنت عندك توقع حلم ان الاهلي هيفنش بالشكل ده البطوله الافريقيه، كاس مصر بعد الدوري؟ هي طبعا كابتن سيف هي كانت الفرقه الوحيده هي دوري الابطال يعني، لكن الدوري بالنسبه لنا امر ده بتاعنا طبعا. كاس مصر ايوه ملاك طبعا. حد قال حاجه؟ ايوه كابتن سيف هي لا 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 خليك معايا انا خليك معايا خليك معايا. الدوري ده بتاعنا، فامر الكاس ده عادي جدا سهل جدا ان اي فرقه تاخده. دوري ابطال اي حاجه محليه بتاعتكم احنا سايبينها لكم. ودوري الابطال، دوري الابطال بس هو اللي احنا لعبنا فيه ماتش قوي جدا. الزمالك ادى مباراه قويه جدا وبشهاده الجميع وجميع الفنيين والنقاد والخبراء، ولو جبنا رجل الشارع هيقول لك ان الزمالك ادى مباراه قويه جدا وكان الاقرب للفوز. النتيجه الاهلي فاز، مبروك للاهلي، هارد لك للزمالك. هو انتوا ليه عمرو الاداء عندكم بيختلف؟ لا يعني ليه الاداء عندكم انتوا بقى ساعات يكون مهم وبقى ساعات مش مهم؟ ساعه ماتش السوبر المحلي احنا الاهلي كان ليه افضليه كبيره جدا، وانتوا قعدتوا تقولوا لا المهم مين اللي يكسب. دلوقتي انتوا غيرتوا الايه وتقولوا احنا اللي عملنا الاداء وانتوا اللي كسبتوا. ليه الاداء عندكم بس عادي يبقى مهم وبس مش مهم؟ بصراحه الحقيقه يعني ده اسلوبكم انتوا، مش اسلوب الزمالك خالص. انا مش عايز اقول اسماء، الاسلوب ده اللي هو مره يقول لك الاداء، احنا بندور على الاداء قبل والله العظيم. لولا بس ان الزملاء، انا بعزهم زملاء اعلاميين، لا لا كلهم فوق دماغنا، كلهم فوق دماغنا، هم اللي طلعوا اتريقوا لما جمهور الاهلي قال لك احنا عملنا ماتش كويس وكنا الاقرب للفوز في السوبر. لا خلينا نتفق على قاعده ان الكوره جوال ولغه الارقام هو الفائز اللي بيكسب. ومبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، علشان كده قلنا لهم مبروك وهارد لك للزمالك. طيب الاهلي ينتظر ايه بقى؟ يعني دوري، كاس، سوبر، هل ينتظر الرباعيه، ينتظر الخماسيه؟ الخماسيه طبعا دي بالنسبه للنادي الاهلي، ومش هتبقى جديده، دي اتكررت قبل كده، فالنادي الاهلي محتاج انه يعيدها مره ثانيه. ايه يا عمرو؟ يا عمرو ده حاجه حصلت معاك يعني، انت مش عايز الراجل حتى يضحك يا استاذ علاء؟ لا ما هو انت برضه يا استاذ علاء برضه في حاجه غريبه يعني، انت كمان انت جاي عامل كل حاجه، كرافتتك الحمراء، ورقتك، كنا احسن من مش عايز الراجل يضحك، كنا احسن من انه يقعد معانا، مش معناه انه يضحك، احنا قاعدين طبعا حاجه والله. انا سعيد بيك والله العظيم، مبسوط
ان النادي الاهلي فرح في الاخر، بس والله كان قاب قوسين او ادنى من الضياع في الفترة الأخيرة. ضياع؟ كانت الناس بتعيط على النادي الأهلي وبتقول لك ايه الضياع ده؟ ما كسبش حاجة وما خدش حاجة. فين الموسم؟ بعد فبراير وبتاع، يعني هو بعد فبراير حاجة كويسة يعني. كان في بطولات في فبراير؟ فبراير ما كانش فيه بطولات؟ ايه البطولات إيه يا عمرو؟ البطولات ايه؟ ده سوبر افريقي وده وسوبر مصري. احنا كان ولا كان بيلعب سوبر افريقي؟ بقول لك اللي كسبه لا الزمالك. انت بتقول الاهلي كان في الضياع، ايه ضياع؟ ايه لا لا دي واحده بس، خلينا الزمالك هو بيتكلم ان فبراير الزمالك كسب سوبر افريقي وسوبر مصر. الزمالك كسب سوبر افريقي ملوش علاقه، هو علاقه ان الزمالك اخذ بطولتين في وقت صغير. الزمالك بدا الموسم قوي وفاز الدوري، اخذ الدوري، اخذ الاهلي اخذ الدوري بشكل جيد جدا. توقعاتك ان بدايه الدوري، احنا بنبتدي الدوري يوم السبت ان شاء الله، بدايه الدوري تؤثر على الخماسيه للنادي الاهلي؟ يعني تؤثر على السوبر الافريقي السوبر المصري البدايه الجمعه، انا اسف كانت اثرت على كاس مصر. لو الضغوط والمباريات او نشوه الانتصارات بتصل النادي الاهلي، كان النادي الاهلي خرج. انت بتتكلم ان الاهلي مش في دماغه اصلا خالص، بينسى المكسب خالص خالص خالص. يعني انا كابتن سيف، انا بقول لك يعني ناس كتير جدا بيقول لك الزمالك كان خروجه من كاس مصر كانت امر طبيعي للمشاكل. انا شايف ان العكس هو اللي حصل. انا شايف ان خروج الزمالك هو المفاجاه، واستمرار الاهلي هو المفاجاه الثانيه. يعني انا عن نفسي كنت اتوقع ان الزمالك هو اللي يكمل للنهائي والاهلي ما يكملش، لان النادي الاهلي عاش فتره نشوه كبيره جدا، كان عنده ضغوط كبيره جدا، كسبان دوري ابطال وقبلها كسبان الدوري المحلي، وبيستعد لسوبر افريقي، ولعبت كلها بتحلم بكاس العالم. فكنت شايف ان الزمالك عنده دوافع اكبر يفوز بكاس مصر. من امتى كره القدم بتتكلم عن المنطق يا علاء؟ كره القدم دايما ملهاش مين عنده دوافع اكتر. يعني لما يكون فريق خسران دوري ابطال افريقيا وفريق كسبان دوري ابطال افريقيا وبيلعبوا بطوله محليه، مين يكون دوافع اكبر؟ دايما بلغه الكوره دايما المكسب يجيب مكسب طبعا، روح المعنويه يجيب مكسب. يكون فريق كبير بحجم نادي الزمالك يكون خسران بطوله بحجم دوري ابطال افريقيا وقبليها خسران الدوري، لا لازم يكون عنده دوافع كبيره جدا يفوز بكاس مصر. لازم يكون عنده دوافع بجد، يعني حتى من اللعيبه نفسها لازم تعوض جماهيرها. استقرار وتغيير المجالس بيعمل نوع من الهزه. جيت فتره من الفترات في المباراه النهائيه قلت المباراه راحت، ولا دايما جمهور الاهلي يتمسك بالامل خلال المباراه؟ لا انا كنت خايف توصل لوقت اضافي، كنتش اتمناها توصل لوقت اضافي او ضربات ترجيح، لان انا ما بحبش قوي ضربات الحظ. يعني رغم ان الاهلي كتير جدا كسب الزمالك ضربات ترجيح في السوبر، والزمالك كسب الاهلي في السوبر ضربات ترجيح، بس انا ما بحبهاش. يعني حتى في ماتش النهائي ما كنتش عايز الاهلي يوصل ركلات ترجيح، رغم ان كنت واثق ان في الشناوي، واثق ان لعيبه النادي الاهلي عندهم خبره اكتر شويه في تسديد ضربات الجزاء، ان هم لعبوا ماتشات كتير جدا. انا ما بحبش ابدا الاهلي يوصل لمرحله ضربات الجزاء ابدا. طيب هنبتدي الموسم الجديد يوم الجمعه، الزمالك هيبتدي صفحه جديده، شايف المنافسه ازاي؟ اهلي زمالك بيراميدز الاستعدادات، كل نادي عمل صفقات بالملايين. والله هو الدوري السنه دي هيكون دوري قوي جدا جدا جدا، معظم الانديه استعدت بشكل جيد، حتى الانديه الصغيره اشترت لعيبه كويسه، بداوا يعدوا اعداد للدوري ده بشكل كويس. اعتقد ان كل الانديه فيها ذخيره من اللعيبه الحيه، لعيبه كويسه جدا. الدوري هيبقى في الملعب اعتقد للاخر، واتمنى ده، اتمنى ان الدوري يبقى في الملعب ما يبقاش محسوم زي السنوات اللي فاتت، واتمنى ان الحكام بقى يعني يبقوا احسن من كده بشويه. ده احنا حتى الفار كرهونا في الفار، الحكام تعبونا. الحكام ده الفار ده الفار في ماتش النهائي الكاس حاجه يعني الناس كلها شافت، انا مش هتكلم عن حاجه الناس شافتها خلاص، لكن الفار مشكله، الحكام مشكله، اتحاد الكوره لازم يحط ايده على النقطه دي. الحكام في عندنا مشكله كبيره، مش الحكام مشكلة. حتى لما جبنا لهم الفار جبنا لهم الفار مفيش فايده الفار. طيب لا انا بقول الفار والفار. طب انت دلوقتي هل دي مشكله عند كل الانديه ولا اهلي وزمالك بس؟ لا كل الانديه، كل الانديه بتشتكي. كل الانديه بتشتكي تقريبا، نادي واحد اللي مش بيشتكي اللي هو اكتر نادي طلب بالفار. يعني هو بيقول لك النادي الوحيد اللي ما اشتكيش هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اول نادي في مصر. انا ما قلتش على فكره، انا بقول نادي واحد. لا ما انا عارف عمرو اكتر نادي واول نادي، اول نادي. يعني أول انت عايز تقول ان الفار ده افاد النادي الاهلي؟ افاد كل الانديه، كل الانديه. ده في انديه كتير جدا كانت في مباريات كتير جدا خسروا منها الزمالك والفار انقذها. افاد النادي الاهلي في نهائي الكاس اهو يا عم. ده الحكم نفسه الفار ده مش عداله. الحكم خرج بعد المباراه وقال لك ان المخرج المباراه ما ادانيش الصوره كامله، انا ما شفتش لمسه اليد. الحكم نفسه طلع هو الحكم حسب ايه؟
فاول شده من قبل لمسه. طيب الفار قال له ايه؟ هو خطأ. ما شافش. استاذ عمرو انت متلخبط، بس هو هو في لقطه ثانيه اللي احنا كلنا رحنا لها بتاعت بدر بنون، بس بدر بنون كان مشدود قبل مشدود الفار فعلا ان بدر بنون كانت مشدوده. ايوه ما هو الحكم يدي على كده ايد الفار يا عم. المخرج على فكره اللي شفناه غير كده، معلش على فكره المخرج المخرج محمد ناصر معايا جوه والله، المخرج ملوش علاقه بالفار خالص. مين المخرج؟ محمد ناصر؟ لا المخرج اللي معايا المباراه، المخرج المباراه. لا مخرج المباراه كان محمد ناصر؟ لا اكيد محمد ناصر. لا كان المخرج المباراه رائع وكل الناس كلها راحت عشان تشوف كل المخرجين بقى اللقطه الثانيه. لكن شفنا اللي شفنا المخرج ما شاء الله يعني ابدع في اللقطه دي. ده احنا شفنا الحكم وهو راح يتفرج على الفار ما شافش، جت شط من الصوره. ما هو لا حرك لا في سوء تفاهم يا استاذ عمرو هنا. لا ما فيش سوء تفاهم. طب صلى على النبي بس، صلى على النبي. كلنا شفنا، انتوا شفتوا حاجه غير لا انت مستني اصل انا زيك، انا في الاول شايف اللمسه فعايز اللقطه دايما. انتوا في الاول بتشوفوا حاجه وبعد كده بتشوفوا حاجه. ما هو ما صفرش على دي. ما دي كره الفار يا عمرو، ما دي كره الفار يا عمرو. الحكم حسب ايه يا عمرو؟ الحكم حسب ضربه جزاء. يعني هو الحكم الحكم ما حسبش حاجه. ده نعم. لا حسب ضربه جزاء. لا عمرو فاول. عمرو هو شد عمرو شد. انا اللي ما شفتش الماتش. لا طيب. هو سيبنا سيبنا من القصه دي. قماشه النادي الاهلي السنه دي في الدوري افضل ولا الزمالك السنه الجايه؟ الموسم ده اللي هيبدا يعني. لا هو الحقيقه في ثلاث انديه انا اعتقد ترتيبهم اول ثاني ثالث ما اعرفش مين. لكن اهلي زمالك زمالك اهلي بيراميدز. انت مرتبهم كده؟ لا بقول لك الثلاثه ما اعرفش ترتيبهم. ما اعرفش هيبقوا ايه، زمالك اهلي بيراميدز، ما اعرفش الترتيب هيبقى مين، واحد اثنين ثلاثه في الثلاثه دول. ممكن بيراميدز يبقى واحد. استاذ علاء رايك ايه؟ نفس الترتيب هو بتاع الموسم ده، اهلي زمالك بيراميدز. طبعا نفس الترتيب. مهما غير الصفقات نفس الترتيب، لان في ايه الثقه دي؟ انا مش عارف ازاي يعني ناس ما لعبوش. ده لسه في 32 اسبوع ولا 35 34 اسبوع وانت بتقول لي نفس الترتيب ازاي يعني؟ هو عنده ثقه يعني. ثقه ازاي؟ ايه الثقه دي؟ وانت جبت منين ثقه؟ فين يعني ثقه؟ فين؟ في اللعيبه ولا في حكام ولا في مين يعني؟ انا مش فاهم. طب ثقه فين؟ هو راجل واثق في فرقته. عمرو انت ايه اللي مزعلك؟ هو لو شايف انت لو قلت زمالك هو الاول. بس عايز اسال، بس عايز اسال حضرتك سؤال. لا هتزعل جدا. لا والله ما هزعل، مش هيحصل. بس سؤال، اتفضل. قماشه الاهلي والزمالك وبيراميدز فعلا متقاربه. يعني ان انت السنه دي تقول ان الفروقات هتكون كبيره او زي السنه اللي فاتت الطبيعي برضه صعب. صعب صعب كابتن. الاسماء حاجه والخبرات حاجه يعني. الاسماء ممكن في بيراميدز تبقى اسماء لامعه، في الزمالك طبعا اسماء كبيره جدا. في النادي الاهلي مهما كانت الاسماء حتى لو متقاربه في عوامل، في دوافع تانية عند النادي الاهلي. ايه بقى؟ اولا الاداره، الجمهور، الدعم الكبير جدا من الجمهور ودعم الاداره بشكل كبير جدا للفرقه. الفرقه نفسها كمان بتحس قوي امتى تكسب بطوله وامتى تكون محتاجه بطوله. واللي مش فاش لو اللعيبه ما بتحسش ما كانش كسب دوري ابطال افريقيا دي ابدا. هو ده ينطبق على الاهلي ما ينطبقش على الانديه الثانيه؟ لا يعني ده حاجه غريبه جدا. مش الانديه الزمالك بس الانديه الثانيه ما لهاش جماهيريه. لا انا بتكلم على مقارنه بالزمالك وبيراميدز المنافسين. الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي. طب ما الزمالك عنده جماهيريه طبعا ما كرهاش. لكن الزمالك ما عندوش استقرار اداري عكس الاهلي. الاسماعيلي عنده مشاكل اداريه وشفنا الاسماعيلي كان وضعه ازاي. النادي المصري نفس القصه، بتبقى عندهم شويه مشاكل اداريه. لكن انا اقصد الفريق اللي كل العناصر المنظومه عنده عوامل منظومه النجاح الكامله موجوده في النادي الاهلي. اداره وجمهور ولاعيبه وجهاز فني واستقرار مادي واستقرار. كنت مع استمرار احمد الشيخ ولا رحيله؟ لا يعني كنت متعاطف مع احمد الشيخ. كنت متعاطف معاه، عايزه يكمل يعني. كنت عايزه. استاذ عمرو كنت تحب عمرو يروح احمد يروح الزمالك؟ لا طبعا احمد الشيخ يستمر في الاهلي او يروح بيراميدز. لكن الزمالك هو طالما تلفظ على نادي الزمالك او اخطا في نادي الزمالك ككيان خلاص نادي الزمالك ما ينفعش. جمهور نادي الزمالك ما يقبلش ده. جمهور نادي الزمالك العظيم رفض رضا عبد العالي اللي كان نجم كبير، رفضه لغايه دلوقتي مش قادر يدخل النادي. جمهور نادي الزمالك رافض طارق السعيد ابن من ابناء النادي عشان راح النادي الاهلي. جمهور نادي الزمالك ما يقبلش. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم ولا يقبل اي حد يعني اتلفظ على الكيان. مين من وجهه كنت تفضل صالح جمعه يكون موجود في الزمالك ولا برضه لا؟ طبعا صالح جمعه لعيب كبير ولعيب محترم. كنت اتمنى بس خلاص في لجنه فنيه وفي جهاز فني مش عايز خلاص. مين اللي انت تتمنى ان الزمالك يجدد له داخل الفريق؟ مين يا فندم؟ مين اللي تتمنى ان الجهاز اللجنه الموجوده دلوقتي تجدد له داخل الفريق؟ اللعيب اللي انت تتمنى ان هو ما يرحلش؟ لا
كل قوام نادي الزمالك لازم التمسك به من مصطفى محمد لابو جبل. القوام الرئيسي في نادي الزمالك افضل لعيبه موجوده في مصر، لعيبه على مستوى عالي خدوا خبرات كبيره جدا. معظم المراكز في نادي الزمالك مراكز مكتمله. الزمالك عنده فريق احتياطي بس الاصابات وطول الموسم اللي فات هو يعني خلى الدكه ما بقتش يعني كامله زي كل مره، لكن نادي الزمالك عنده ذخيره من اللاعبين. انا شايف انه من افضل اللعيبه الموجوده في مصر ويستطيعوا الفوز بكل البطولات اللي جايه لو في نوع من الاستقرار الاداري والاستقرار الفني ممكن يحققوا بطولات كتير جدا. انا بأيد كلام عمرو جدا ان دي افضل فريق للزمالك، افضل فريق متكامل للزمالك من سنوات طويله جدا. يعني الفريق ده يكفي انه عمل حاجه كانت غايبه عن الزمالك كتيره جدا اللي هي الرومونتادا. الزمالك اكتر موسم عمل فيه رومونتادا في مباريات صعبه جدا الموسم ده، ودي مش اي لعيبه تقدر تعملها. يعني في نجوم كبار جدا مروا على نادي الزمالك ما كانش عندهم الـ 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 القدره ان هم يعملوا رومونتادا. الزمالك شفناه في ماتشات كبيره جدا حتى اخر مباراه الرجاء لما الرجاء تقدم هنا ازاي الزمالك يقدر يوصل ماتش ترجي في سواء السوبر سواء في تونس. لا الزمالك بجد يعني الفرقه بتاعت السنه دي يكفيها بس ان اللعيبه بقت عندهم ثقه وعندهم ثقه في نفسهم ان هم ممكن في اي مباراه ان هم يقدروا يعادلوا النتيجه ويعودوا. رايك في رحيل صالح؟ قرار متاخر جدا، ولولا فوز النادي الاهلي بالبطولات ما كان صلاح ممكن يستمر في النادي الاهلي. اعتقد ان فوز النادي الاهلي بهذا كم بطولات اعطى علاقه فوز النادي الاهلي اعطى الاداره قوه اتخاذ القرار. انت حضرتك طبعا كنت بتراهن على عوده صالح وانا كنت تابع حضرتك بشكل كبير جدا، وانا كنت دايما عايز انا بحبه من عارف انا كنت عايز اقول لك ما تراهنش قوي اكتر من مره كنت عايز اقول لك ما تراهنش قوي. لا الخساره في الحاجات دي ما فيش مشاكل يعني ما اجي اساند حد حتى لكن انا شايف ان فوز النادي الاهلي بهذا الكم من البطولات في هذا التوقيت عطى اداره النادي الاهلي القوه اللازمه اللي هو رحيل صالح محتاج كل القوه دي. لا صالح ليك بجماهير نجم يعني انت حضرتك شايف وبعدين فعلا ثلاث سنين المكاسب بتخلي الاداره تبقى بتخلي الاداره قويه جدا طب التجديد لمروان شايفه ازاي؟ شايف ان هو كان امر لازم ولابد. مروان محتاج دعم الفتره دي، ويمكن شفنا النهارده ازاي جمهور النادي الاهلي بيدعم مروان بشكل كبير جدا. طالما ما فيش بديل اقوى من او افضل من مروان يستمر، لان انت لو راح مروان دلوقتي ما عندكش مهاجم في النادي الاهلي دلوقتي. عندك لعيبه ثانيه ممكن تلعب دور المهاجم، لكن ما عندكش مهاجم صريح. انا رهنت ان النادي الاهلي مش هيفوض اي حد من الزمالك. هل الرهان ده كسبان ولا خسران؟ حاليا كسبان. نطلع نشوف اول ظهور لصالح جمعه بعد الانتقال لنادي سيراميكا ونرجع لكم تاني. الناس استغربت شويه من الاختيار، لكن طبعا انا زي ما انا قلت ما خدتش 10 دقائق بالظبط عشان اوقع للنادي هنا. النادي طبعا بيمتلك مجلس اداره على مستوى عالي جدا، ناس محترمه جدا وعندهم طموح واضح وعندهم هدف، جايبين لعيبه كويسه جدا. مدرب على اعلى مستوى طبعا اتمرنت معاه وانا صغير في الناشئين فعارفه كويس جدا طبعا وعارفني كويس جدا. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدم حاجه كويسه السنه دي وبشكلنا كويس في ظل اللعيبه الكتيره الموجوده والاسماء الكبيره الموجوده. متفائل خير ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. حابب اروح نادي العب فيه بشكل اساسي، لان انت فاهم يعني الكوره ان انت تلعب ويبقى رجلك في الملعب عشان تقدر ترجع لمستواك. طبعا بعتبر علاقتي بالنادي الاهلي ما انتهتش، يعني انا علاقتي بالنادي الاهلي ابديه. طبعا حابب ان انا اقدم موسم كويس السنه دي باذن الله. محدش عارف الخير فين، ممكن ان شاء الله بعد الموسم ده الواحد يرجع بيته تاني النادي الاهلي. فدي كلها بالنسبه لي في دماغي كويس قوي. حد اتكلم معاك من النادي الاهلي ان ممكن في حاله تالقك انك ممكن ترجع مره تانية؟ طبعا يعني هو النادي الاهلي انا النهارده مشيت من النادي الاهلي ليه؟ انا مشيت من النادي الاهلي ان انا مش بشارك. طبعا الموسم الجديد لما اتكلموا معايا في النادي الاهلي ان نسبه المشاركه هتبقى صعبه في ظل وجود اكتر من لعيب في المركز ده. فان شاء الله باذن الله السنه دي لو قدمت موسم كويس بشكل كويس طبعا طموحي ان ارجع بيتي تاني وابقى موجود وانا لسه صغير طبعا 27 سنه فقدامي لسه فتره كويسه وقدامي وقت كويس جدا ان انا ممكن ارجع بيتي تاني ان شاء الله. ما فكرتش في مزامله اخوك عبد الله جمعه والانتقال لنادي الزمالك ولا ده ما كانش خيار بالنسبه لك؟ لا هو طبعا نادي الزمالك نادي كبير وجمهور كبير جدا
لكن كنت حابب الاستقرار. يعني انا خارج من نادي كبير فحابب يبقى فيه استقرار بالنسبه لي، بالنسبه للاداره، بالنسبه للعيبه. فطبعا ما لقيتش افضل من المكان هنا. فانا مبسوط هنا جدا وعندي طموح وان شاء الله باذن الله عندي تحدي كبير جدا مع نفسي خلال الموسم ده، نقدم حاجه كويسه ان شاء الله. سعيد انتم موجود معنا النهارده في المؤتمر الصحفي، وبشكر كل الناس المسؤوله في نادي سيراميكا كليوباترا، من اول مستر محمد، استاذ طارق، مستر معتز، كابتن هيثم. الناس كلها من اول يوم كانوا عندهم ثقه الحمد لله في ربنا سبحانه وتعالى ثم فيا ان انا اكون جزء من المشروع. اتمنى ان شاء الله اكون عند ثقه الناس في 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 الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه المتواجده كلها ان شاء الله في ثقه كبيره فيهم من قبل المسؤولين في النادي. هو في طموح قوي من المجلس الاداره واللعيبه كلها ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه اضافيه قويه للدوري ان شاء الله. وانا ان شاء الله يعني ان انا اكون جزء من التحدي ده، فده حاجه تبسطني. هو تحدي مش سهل، لكن ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس ان شاء الله. محمد، اكيد ما يخفاش على حد ان انت كنت قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي، الصفقه يمكن فشلت، هل ده عمل لك نوع من الاحباط شويه؟ خالص، لان بعض الحقائق اللي اتقالت ممكن ما تكونش صح شويه. ايه الحقيقه؟ لا، ما خلاص، انا الموضوع بالنسبه لي انا ما بحبش اتكلم على اي حاجه تخص الاخرين، ولكن كل واحد في كل مجال له احترامه، وكل الناس لازم الواحد يحترمها. ولكن الواحد، انا دلوقتي في نادي بحترم النادي اللي متواجد فيه، اتمنى ان شاء الله ان اكون نعمل حاجه ان شاء الله تكون اضافه للدوري المصري. فانا متواجد في نادي سيراميكا كليوباترا دلوقتي، كلامي كله هيبقى نفس سيراميكا كليوباترا مع احترام كل الناس. فان شاء الله اتمنى توفيق لكل الانديه، واتمنى ان احنا نعمل دوري ان شاء الله يكون دوري كده يكون استثنائي من القوه والحماس والمنافسه ان شاء الله. عن صالح لعيب كبير جدا، صالح كان لعب معايا طبعا في منتخب الشباب قبل كده، فصالح لعيب عنده امكانيات جامده جدا. ان شاء الله كابتن هيثم يقدر يوظف ده لصالح الفريق، ان شاء الله صالح يكون اضافه قويه، وان شاء الله نقدر اللعيبه المتواجده كلها مع صالح ونساعده وهو يساعدنا اللي احنا نعمل ان شاء الله حاجه ان شاء الله تليق باسم النادي وتكون زي ما قلت لحضرتك اضافه للدوري المصري ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب يعني كنت قريب جدا ولكن ما حصلش نصيب. وهفضل معاك كابتن حسام؟ لا، هو كابتن حسام ما كلمش معايا شخصيا، ولكن ما حصلش نصيب. ان شاء الله انا هفضل اشتغل عليها، وان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله اكون اقرب وقت اكون موجود في المنتخب، واتمنى التوفيق لاي حد يكون موجود في المنتخب. بالنسبه لنادي الزمالك طبعا في وقت الواحد له طموح دايما اللي هو تكون متواجد في النادي، واتمنى توفيق النادي الفتره الجايه، والناس تكون تقدر اللعيبه المتواجده تفصل على بره الملعب وجوه الملعب. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لسيراميكا، اداء الحقيقه رائع ومشهد رائع. معتز البطاوي عامل دور كبير جدا 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 في صعود الفريق ده وفي تشكيله الفريق اللي موجوده دلوقتي، هو وطارق ابو العينين والاستاذ محمد ابو العينين طبعا والمجموعه اللي موجوده، والحقيقه عاملين شكل رائع. بورسعيد برضو عندها مكسب النهارده، سعيد سنبوري كان في ازمه ومشكله عليه، الحمد لله بيعود للفريق من جديد، ودي اكيد بشرى ساره لجمهور النادي المصري. انت دلوقتي مفيش امل نصالحك على جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم. انت بتقعد تعمل حالة على السوشيال ميديا، كل ما تيجي من اول كلمتين نلاقي الموبايلات. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. النادي الاهلي نادي تاريخ ونادي كبير ونادي عظيم. هل هما بيبادلوك نفس الشعور ده؟ ما يعني مش هتفرق معايا بصراحه. بس يعني انا في النهايه جمهور الاهلي جمهور عظيم، النادي الاهلي نادي عظيم، مهما يعني قلنا على النادي الاهلي، لكن في النهايه هو النادي الاهلي نادي تاريخ، هو نادي الزمالك طبعاً. يعني الاهلي يشارك الزمالك في التاريخ العريق ما بين الناديين، تاريخ كبير جدا، نادي كبير هل جدا. هل ممكن نصالح جمهور الاهلي يخف شويه بس شويه كده وما يتعصبش بس وهم يحبوه؟ انا على فكره ما بتعصبش يا عمر، حرام عليك يا عمر، ده الناس انا بخاف اكتب ان انا جاي معاك والله العظيم. ما انا نفس الحكايه على فكره. لا 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 لا، انت انا قريت اللي انت كاتبه. جمهور الزمالك مش لا، جمهور الزمالك بيحبني. لا جمهور الزمالك بيحبني. مش طايقك يا علاء يا عم. لما انا عضو عامل في نادي الزمالك وبخش نادي الزمالك كل يوم والناس بتسابني. انت عضو في نادي الزمالك؟ طبعا. وبتروح كل يوم؟ طبعا والله. وانا عضو في النادي الاهلي، ايه المشكله؟ وبتروح برضه؟ لا لا ما بروحش. انا اصدقائي. انت بتلعب فريق كره النادي الاهلي؟ لا 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 الزمالك.
لا لا ولا اهلي ولا زمالك. انا بلعب في نادي الزهور. ابني كان بيلعب في الزمالك. كان بيلعب في الزمالك. بس شفت بقى احنا جبناك ازاي لا نادي الزمالك ليه فيه صداقات كبيره جدا جدا. انا ما بعرفش اخش النادي والله، يعني الناس كلها من اول رجال الامن بيحبوني والاعضاء كلهم، لا ما شاء الله علاقتي بيهم قويه جدا، وجمهور الزمالك علاقتي بيهم رائعه. هل حضرتك بتروح الاهلي كده برضه الناس بتحبوك طبعا طبعا. النادي الاهلي نادي عريق، انا علاقاتي بتكلم بجد والله، انا علاقاتي قويه جدا في النادي الاهلي. الكلام ده احنا ده عاملين رصيد مكافاه للي رصيد مكافاه ليه؟ لكن احنا ان شاء الله يكون لنا دور. لا انا عايز اقول ان فعلا النادي الاهلي نادي عظيم وجمهوره جمهور عظيم، بغض النظر عن اللي بيقولوا علاء. علاء يعني لسه لسه الاسطوره ما بداش يقول يعني لكن عايز اقول ان لا جمهور الاهلي جمهور كبير، جمهور الزمالك جمهور كبير، وعايز اقول ان كل بيت مصري النهارده في اهلي وزمالك صح اخوات يعني صح. فبالتالي لا اسالك سؤال، لو انت لو الزمالك كسب طب فين المبادره؟ انت وديت فين المبادره بتاعت لا لا للتعصب؟ والله جالك المبادره لو الزمالك كسب، لو بتدور على التعصب مش لا للتعصب. انا عايز بس حاجه لوجه الله تعالى رد بمنتهى الصراحه. طيب. لو الزمالك كسب كان البطوله الافريقيه وكسب كاس مصر كنت عملت فيه؟ لا كنت همشيه من الاستوديو اصلا. لا 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 ما يقعدش، يقعد معايا ازاي يعني؟ شفت احلى كرمه ازاي؟ ادينا سامحلك تقعد معانا اهو. شفت بقى، شفت ده الفرق بيني وبينك. شوف احنا سامحلك ازاي، شوف بنتعامل معاك ازاي. نادي لا انا برضو سامحلي تاريخي وبطولاتي. نادي الزمالك ما انا قلت لك احنا السابقون وانتم اللاحقون. طيب انت عندك قناعه، خليك معايا عشان وقتي بقى ابتدى يخلص. انت عندك حضرتك قناعه ان المنافسه هتكون قويه ولا المسافه هتبعد بين الاهلي والزمالك؟ لا 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 المسافة مش هتبعد، لأن إذا كانت فرقة الأهلي البطولات دي تقلتها شوية. خد بالك أنت لو رجعت بالزمن لورا شوية، فرقة الأهلي دي كان كل الناس بتقولك الأهلي ما عندوش لعيبة، والأهلي في بداية المشوار يعني، وكان كل الناس بتقولك أن فرقة الزمالك تقيلة. النهاردة فرقة الأهلي تقلت بالبطولات، وده وضع طبيعي. احنا في النهايه كره القدم بتتقل النتائج، بتتقل الفرق. يعني انت رايك ان المنافسه لسه المنافسه مستمره وهتبقى مستمره؟ انت رايك ان بعدت ولا برضو قريبه؟ احنا نظرتنا مش هنا يا كابتن فندم، احنا نظرتنا مش محليه. يعني النادي الاهلي دلوقتي بيتكلم يعني مثلا لما موقع ترانسفير ماركت عمل جابوا جون في الوقت القاتل وفي الاخر يقول لك احنا نظرتنا مش هنا، عملوا تصنيف افضل انديه في العالم احرز البطولات في اخر مدريد في 20 سنه. لا الاهلي الاول وبايرن ميونخ الثاني. يعني انت برضو عايز تقنعني ان الاهلي احسن من بايرن ميونخ؟ يا عمرو يا جماعه يا جماعه الارقام دي لغه الارقام دي لغه غلط اصلا. لغه غلط يا جماعه يا جماعه، ما ينفعش يعني، مفيش حاجه اسمها لغه الارقام. يعني عايز تفهمني ان الدوري المصري افضل من الدوري الالماني؟ يا سيدي احنا عايز تفهمني يعني يا عمرو احنا بنتكلم عن لغه الارقام يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. الحاجات دي طب استنى طب استنى طب الحاجات دي هي اللي بتعمل التعصب. ثواني ثواني، الاهلي الاول 44 بطوله، بايرن ميونخ الثاني 42 بطوله، الثالث فريق منين؟ مش عايز اعرف من جبل طارق. الرابع مين؟ برشلونه. هل برشلونه هل بايرن ميونخ افضل من برشلونه؟ طب يا عمرو يا عمرو هسالك، طب هسألك يعني انت مش بالارقام يعني؟ لا 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 واحده، انا عايزك بس سؤال. انا هسالك أنا لا 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 دي واحده صعبه، انا عايزك في سؤال مهم. يعني قصدك بايه ان الاهلي نظرته مش هنا دلوقتي؟ لا الاهلي دلوقتي بيبص تصنيفه ايه في العالم، تصنيفه ايه بين انديه العالم دلوقتي، المركز العالم بيعمل ايه كابتن. خلاص احنا حكايه الاهلي والزمالك والدوري دي ارقام بنحطها بس عشان خاطر دي جبل بنبنيه عشان نوصل لحاجه تانية. بس يظل البطوله الدوري هي البطوله المحببه للجميع والاقوى للجميع. ايه الجبل اللي بتاعتنا افندم؟ هو ايه الجبل بتاعتنا؟ بتاعتنا ازاي؟ بتاعت النادي الاهلي يعني. ما انت بادئ موسم حد عارف كام؟ 42 من 12 تقول لي بتاعت مين؟ هتقول في منافسه؟ لا يا كابتن سيف، لا كابتن سيف طبعا الزمالك فريق كبير وكل حاجه، بس كل واحد برضو ليه وضعه. يعني انت رايك ان السنه دي مفيش منافسه؟ هيبقى الوضع زي ما كما هو عليه، والاهلي هيفنش بعدد النقاط دي؟ لا لا مش شرط يفنش. لا لا طبعا الزمالك هينافس بشكل كبير جدا، لكن البطوله للاهلي طبعا. طبعا احنا سايبه يحلم يعني، دي اضغاص احلام. أيوة. اضغاص احلام ليه بكره تتحقق؟ دي اضغاص احلام والله. هو ليه وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر. طبعا هو دي اضغاص احلام. النادي الاهلي احنا بنقول ان نادي كبير والمنافسه كبيره، لكن الزمالك موجود في الساحه والزمالك مش موجود. الزمالك هو الافضل في الساحه اداؤه، واذا كانت النتائج او الجنرال حظ ما خدمش الزمالك في البطولتين الاخرانيين، لكن مش معنى كده ان الزمالك فرقه فاضيه. مين قال لك ان فرقه فاضيه؟ فرقه ممتازه مش فاضيه. دي طيب. فرقه ممتازه. طب انت انا فرقه ممتازه، امال ايه اللي بتقوله ده يعني؟ انت بقول لك يعني فرقه ممتازه ومش هتنافس يا عمرو؟ انا بقول لك يا عمرو الفوز ببطولات بيحتاج لمنظومه متكامله،
مش مجرد لعيبه مو مميزه، عمر ما الفرقه مميزه تفوز ببطوله. ممكن ممكن تكمل، لكن طب لكن في منظومه عشان تبقى المنظومه متكامله يكون عندها استقرار اداري. طب ما عندها خلاص في استقرار اداري اهو دلوقتي. في استقرار اداري يعني ما هيبقى في استقرار ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يبقى في منافسه، ان شاء الله الزمالك يرجع بشكل قوي، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موجود بقوه، البيراميدز يكون حاضر، وان شاء الله باذن الله يبقى دوري. بس في بس بس اخيره بس انا امبارح تابعت لقاء حضرتك مع الاستاذ مازن مرزوق. الاستاذ مازن مرزوق النهارده فوجئت ان هو بيقولوا ان بطوله السوبر هتبقى بين البطل الدوري ووصيفه بيبتلم. انا شايف ان ده ظلم، ظلم لانديه الكاس. يعني ايه نادي، ايه نادي ربنا يكرمه مثلا زي طلائع الجيش ويعمل المشوار ده كله ويوصل للمباراه النهائيه؟ بنتكلم على السنه الجايه. انا عارف. بس ما انا بتكلم على السنه الجايه. ده مش منطق يا كابتن. انت حضرتك كده بتقتل طموح كل انديه الكاس. يعني ليه احرم نادي المولين العرب وصل وخد السوبر افريقيا؟ انت هتحرم الاهلي السنه الجايه؟ الاهلي هيبقى وصيف، فانت بتضيع الاهلي كده. وصيف ايه؟ هيبقى وصيف الدوري السنه الجايه. مش مشكله ناخد الكاس، فبالتالي انت كده مش مشكله ناخد الكاس. فانا بقول لك يا كابتن انا شايف ان ده ظلم. لازم يكون لو بطل الدوري هو بطل الكاس وهيكون الاهلي، فلازم يكون الوصيف هيكون موجود، لان بجد ده ظلم للانديه، ظلم للانديه ممكن عندها حق مشروع ان هي تفوز ببطوله زي بطوله السوبر. وجهه نظر طبعا. شرفتني ونورتنا يا استاذ علاء. شرف بحضرتك دايما. تسلم ربنا يخليك. استاذ عمرو بسعد دايما بحضرتك. ربنا يخليك ومبروك للحكام. بس اهو طب اعمل ايه طيب؟ مبروك للحكام. طب اعمل ايه؟ عملوا موسم كويس، انا بتكلم على الحكام. طيب. الف مبروك للاهلي، هارد لك للزمالك، ان شاء الله باذن الله موسم قوي للجميع، فرقتين واقفين على رجليهم بشكل قوي، نفس كل الفرق اللي موجوده، اتحاد ومصري واسماعيلي وبيراميدز وكل الفرق اللي موجوده، سيراميكا اللي طالع بقوه، البنك الاهلي اللي حاضر، وكل الفرق، مش عايز انسى حد، ولكن ان شاء الله باذن الله يبقى موسم ممتع. بكره حلقه جديده في نفس الميعاد مع الكابتن احمد شوبير، اشوفكم على الف خير.